اعتبر رئيس هيئة النقل العام بالأسكندرية خالد علي والأتوبيس الكهربائي الذي تم تسييره في المحافظة شهر أكتوبر الماضي طفرة ونقلة نوعية في نظم النقل العام في مصر والهيئة. وأشار في تصريحات لأكسترا نيوز إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتقديم الخدمات الأفضل للركاب. دخول الأتوبيس الكهربائي طفرة غير مسبوقة ونقلة نوعية في تطوير أنظمة النقل العام، وهذا الموضوع بيأتي من الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة لتطوير أنظمة النقل العام وخدمة نقل الركاب بالأسكندرية لتقديم خدمة، وكمان لحرص الهيئة على تدعيم أسطولها بأحدث وسائل النقل الحضري المتميزة وصديقة للبيئة لخدمة تقديم خدمة متميزة لأهالي الأسكندرية والوافدين إليها والحد من ارتفاع معدلات التلوث في المدينة.